أهلا بكم، ما زال الخميس متواصلا برونقه المتفرد وطعمه الجميل. خلينا نقول إنه الأسنان عناية ورعاية، وإلا العاقبة ستكون وخيمة يا جماعة. السنان ما بتسامحش، وعلى فكرة برضو من الحاجات المعروفة قوي عن السنان إنها سريعة التآكل، سريعة الانتقام، سريعة أخذ الحق، سريعة العقاب. أول ما تهملها مفيش أيام وأسابيع، ما بتوصلش حتى لشهور إلا ما تلاقي السن دي بدأت تتعامل معاك بطريقة رهيبة جدا. تعالوا نشوف مع بعض كده القصة بتبدأ إزاي. القصة بتبدأ بإن حضرتك تهمل وما تبقاش فاهم إن السن السوسة على فكرة قوية وعنيفة. الإنسان وهو صغير عنده أجسام مضادة ومناعة قوية، ولما بيكبر المناعة دي بتحميه وبتحميه من كل حاجة. المناعة كده عاملة زي الملائكة بتحميه بقى من الجراثيم والميكروبات وأوائل آخره، قاعدة جيوش قاعدة على كل حتة في جسمه. والمناعة موجودة برضو في البق بتحمي، وأول ما بيجي ميكروبات عايزة تدخل الجسم على طول بتبدأ معركة تحصل ما بين المناعة وبين هذه الميكروبات، زي ماتش الكورة بالظبط. الملعب بيكون البق، وبتنتصر ساعات طبعا المناعة، وأحيانا تنتصر الميكروبات لو أنت أهملت. لو انتصرت الميكروبات يا معلم اعرف انه هي المسألة مسألة ايام. الميكروبات تنتصر امتى؟ لو انت ما غسلتش سنانك، ما نظفتش بالمعجون، ما استخدمتش الخيط، ما استخدمتش الجت بتاع المية اللي هو لازم نستخدمه دلوقتي، تبدأ الميكروبات تبدأ تعمل مساكن شعبية، وتبقى اسنانك مساكن شعبية على وزن قلبي مساكن شعبية. الاغنية الجميلة بتاعت الرائع محمد. الميكروبات خلاص في مساكنها الشعبية تبدأ تعمل بقى حفر وتعمل زي يعني، وطبعا معارك بقى طبعا. فين المناعة تقف قدام هذه الجيوش الطاحنة؟ لازم مساعدين. المساعدين بقى طبعا لازم أسنان تتظبط وإلى آخره. الميكروب لما بيبدأ يتكون سرعان ما بينتشر ويبدأ يصل إلى العصب ويبدأ يأكل العصب ويبدأ يعمل لك ألم، والله رحت للدكتور السنان وتدخل في الوقت المناسب هيبدأ يتعامل مع الأمر. سبته هتبدأ السنان كلها تبدأ تلتهب، ويبدأ الأمر يصل إلى مرحلة بقى إن السنة تبوظ. طبعا أنت لو لحقت خلاص كده أمان، كل حاجة سليمة، لكن لو ما لحقتش هتبدأ بقى أجزاء من السنة تروح بالتدريج، وتبدأ السنة وكأن لم يكن، وتحتاج إلى زراعة. طيب أنت لو أهملت ده كمان وما عملتش زراعة لسنة مفقودة، إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنفهمه النهاردة. الحوار مثير للغاية، وأكيد أكثر إثارة عندما يكون الحوار مع واحد من أصحاب الكاريزما الخاصة جدا والحضور الطاغي جدا في عالم الأسنان. الحقيقة أنا في رأيي أنه هو غير أنه هو طور أجزاء مهمة جدا في عالم طب الأسنان هنتكلم عنها النهاردة، وأيضا من مطوري الحوار الإعلامي في هذا المجال. حواري هيكون مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأبعاد. كل العشرينات عندهم ابتسامة للسماء، وستيل الناس ما تعرفش إن ليها علاج، مش عارفين عندهم مشكلة. الخطة العلاجية في الزراعة أو في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا إن احنا نحسن الحالة الحياتية للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. اهلا بيك يا دكتور، وحشني والله. وحشني جدا. طبعا الدكتور نور كمان عضو جمعيه دوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، دي حته مهمه جدا. لكن خلينا اقول بما انك انت عضو جمعيه الدوليه لزراعات الاسنان بجامعه نيويورك، ودي جامعه رائعه، وهي دي من اول الجامعات في التجميل تحديدا، وهي دي اول ناس اهتموا بالتجميل في العالم، وكان معظم الناس في مصر بيشتغلوا تجميل واخدين دراساتهم او واخدين من جامعه نيويورك. وايتي اهتم قوي بالزراعه، تمام. وايتي طور على يعني اهتميت انت بالزراعه في وقت من الاوقات، يعني برضو قعدت تقول لي انا مش هتكلم الا عن الزراعه مثلا لمده 6 شهور، وقعدنا يمكن مثلا 3-4 شهور متتاليين نتكلم عن الزراعه. ليه وايتي اهتم بالزراعه، طورها بهذه الدرجه، وازاي وصلتوا الى ان انتوا تبقى في مركز متقدم؟ وفي نفس الوقت كمان عايز اقول ليه اهتميت قوي بالزراعه في وقت من الاوقات؟ تمام.
الأول لازم نبقى عارفين إن إحنا أطباء، فالطبيب دوره الأساسي العلاج وإنه يوصل الحالة لأحسن وضع ممكن. تمام؟ طيب التجميل، إحنا الحمد لله من أول الناس اللي اشتغلت التجميل في الشرق الأوسط، ومن أكتر الناس اللي بتعمل فيه نتائج هائلة. بالعكس، الناس بدأت، بدل ما كنا من 10 سنين مصر أو الناس اللي في مصر بتطلع يقول لك أنا عايز أطلع اعمل بره واروح امريكا واروح اعمل سناني عشان ابقى مطمن، العكس صحيح. احنا النهارده الناس في امريكا اللي هي معقل تجميل الاسنان هم اللي بداوا يجوا عندنا وكتير، لان الحمد لله احنا بنستخدم اعلى تكنولوجي وبنعمل بروتوكول تجميل الاسنان زي الكتاب. طول ما انت بتشتغل زي الكتاب هتلاقي كل النتائج بتاعتك مظبوطه، السمعه بتاعتك بتبني سنة ورا التانية، فخلاص فانت بتبقى وصلت لمرحلة معينة من الاحترافية وان الناس خلاص بتثق فيك. طيب انا بقى دوري كدكتور، دكتور طبيب، مش ان انا اركز بس في التجميل، لان التجميل على قد ما هو مهم جدا 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 في حياتنا، مش في حياتي مهمة تانية كمان، في ان انا اقدر اخليك تكون بتاكل وبتشرب، اخليك تعوض الجزء اللي انت فقدته، لان كان في فتره طويله، ودي في مشكله في مصر، في اجيال كتير قوي اتربت على ثقافه خلع الاسنان، فبقى عندنا اجيال وناس كتير قوي ما عندهاش اسنان. طيب ده هنسيبه؟ هنسيبه واحد كبير مثلا عنده 50-60 سنه خلاص هو مصيره نبقى بيركب طاق، خلاص هو محروم من لذه الاكل، محروم من القدره على الاكل بشكل سليم؟ اكيد لا. ادوري كطبيب ما يخلينيش اسمح بان مصر تبقى ده الوضع اللي فيه. لا، احنا دورنا ان احنا نحسن الحاله الحياتيه للناس. طيب الاسنان بكل فروعها بيميزها نقدر نقول الظهير الرائع للتكنولوجيا. تمام. يعني في الزراعه، انا متصور ان الزراعه كل اسبوع لو عملنا لها حلقه هنلاقي كل اسبوع فيه جديد. اكيد اكيد. والجديد يكمن في حاجات كتيره، او اولا مواد الزراعه اللي بتستخدم، بالظبط التقنيه بتاعت طريقه الزراعه نفسها، بالظبط التكنولوجيا هنا هي اللي بتخدم. طيب. التجميل نفس الكلام، انت عندك الفينير واللومينير والحاجات دي كلها، وراها برضو ظهير جامد جدا في شركات بتنافس بعض بالمليارات، ورانا التركيبات، عندك الزركونيوم وعندك البورسلين وعندك انواع البورسلين والى اخره، والايماكس، شركات بالمليارات واجهزه بالمليارات. تمام. فده يدي انطباع انه هذا الفيلد خصوصا الزراعه بقى انه بيتقدم تقدم مذهل طبعا جدا. ايه احدث حاجه؟ هو ده السؤال اللي لازم اساله. بالظبط بالظبط. احنا طول عمرنا بنتكلم في الزراعات على ان احسن حاجه موجوده في الزرع حاجه اسمها تيتانيوم تايب 4. تمام. واحنا فعلا عارفين التيتانيوم تايب 4 ده نتائجه هايله جدا، وبتوصل ل 95% نسبه النجاح. طيب الشركه دي بقى قامت مطوره حاجه، وهنا انا هقول الاسم العلمي بتاعها علشان الناس بعد كده لما اروح للدكتور يقول له حاجة، انا عايز الحاله تسال الدكتور. انت من حقك كحاله تطمن للدكتور وتعرف هو عارف ولا لا، لازم تساله. تروح حضرتك، طب هي الماده اللي مصنوع منها الزرعه دي ايه؟ الزرعه رقم واحد في العالم، واحدث زرعه في العالم مصنوعه ماده اسمها روك سوليد. يعني نجيب ورقه وقلم ونكتب كده اسم الماده ايه؟ روك سوليد، صلبة الصخر، ده الترجمه بتاعتها. تمام. طيب روك سوليد دي ايه فايدتها، او ايه الحدث اللي مش طبيعي فيها؟ ده تيتانيوم، ده تيتانيوم، دي الوي، والوي بالعربي يعني سبيكه. السبيكه دي معموله من تيتانيوم وزيركونيوم، مش تيتانيوم بس. دي اللي خلت في انوفيشن او في حاجه نقله في عالم الزراعه، ان هو قدر يعمل سبيكه فيها تيتانيوم وفيها زيركونيوم مع بعض. فادتنا في ايه؟ ما هو لازم لما اكون عايز اعمل حاجه، انا مش بعمل حاجاتها بهازرد عشان اعمل حاجه جديده وخلاص، ولا انا عملتها لسبب، انا عملتها عشان خاطر اقول ان انا الزرعه بتاعتي دي عندها تنسايل سترينث او الميكانيكال بروبرتيز او القوه الفيزيائيه بتاعتها اقوى بكتير من اي زرعه تانية. يعني معظم الزراعات بيوصل التنسايل سترينث بتاعها ل 400 ميجا باسكال. دي بنوصل، وانا بقول ارقام دقيقه عشان اللي يخش، ما دايما انا بدعو الناس ليه؟ ما تصدقش الدكتور، اعتبر الدكتور اللي بيطلع يتكلم ديك معلومه، حضرتك خد المعلومه ودور، خد المعلومه وتاكد.
احنا معظم الزراعات الكومبريسيف سترينس التنسال سترينس بتاعها 400 ميجا باسكال زي ما احنا شايفين. هنا احنا عايزين نقول ان احنا حتى لما بنكبر الزرعه هنشوف السيرفيس بتاعها. الناس دي متقدمين لدرجه ان هم بيشتغلوا على مستوى الذره على مستوى النانو تكنولوجي. ده اللي يخلي الزرعه دي مختلفه عن اي حاجه. انت قدرت تعمل كومباينيشن ما بين زيركونيوم وما بين تيتانيوم، رفعت القوه بتاعت الزرعه دي ل 960 ميجا باسكال، وما فيش زرعه القوه بتاعتها 960 ميجا باسكال. طب ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا ان في حالات ما بيبقاش عندي عظم كفايه، وفي حالات بيبقى صعب ان انا احط فيها عظم، وفي حالات احنا اتفقنا ان اي حاله هنقدر نحط لها ان شاء الله عظم وهننقلها من اللا قدره على الزرع للقدره على الزرع بس باجراءات. طيب لو في حالات مش عايزه تخش جو ثرو الاجراءات الكتير دي، او انا اقدر اوفر للحاله اجراءات اكتر ما اعملش عليه حمل، الزرعه هنا اقدر احطها بسماكه 3.3 مللي وتديني نفس القوه اللي ممكن احطها لزرعه 6 مللي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ حطيت زرعه اصغر، فما عملتش انفيجن، ما عملتش منتحك. لما يكون عندك عظم عرضه مثلا 7 مللي، لو جيت تحط على فيه زرعه 5 مللي، فانت بقى عندك من هنا جزء رقيق ومن هنا جزء رقيق، قابل جدا ان العظم ده يحصل له مشكله. طب لما تحط 3.3 وانت واثق 100% ان انت واخد نفس الفورس بتاعت الزرعه الاكبر. هنا احنا جايبين دراسه، خلينا دايما نتكلم بدراسات وبعلم. معظم الزراعات زي ما قلنا بتوصل السترينث بتاعها دي الهيلنج بتاعنا ديجري. بص الالتئام بتاع الزرعه وصل لفين؟ وصل الدرجه بتاعته لقد ايه؟ مهم قوي لما اتعمل دراسه عشان يشوفوا نسبه الفيلير. وانا بحب برضو كدكتور ابقى بتكلم. احنا قلنا نسبه نجاح الزراعات كام في الميه؟ 95%. طيب ال 5% النسبه القليله قوي على فكره. نسبه نجاح زراعه 95% دي نسبه كبيره جدا 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 في اي عمليه في العالم وفي اي عمليه في طب الاسنان اصلا. طب 95% نسبه نجاح. طب نسبه الفشل البسيطه قوي دي بتيجي من ايه؟ بتيجي في فتره ما بين الاسبوع بعد الاسبوع الثاني للاسبوع الرابع، بيبقى عندي دي اسمها كريتيكال ستيج او مرحله حرجه. دي اللي معظم الزراعات بيحصل فيها مشكله. وجدوا ان الزرعه هنا نسبه التئامها او الهيلينج كاباسيتي بتاعتها سريعه جدا 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 في الفتره دي، فبتديك سرعه في الالتئام فبتعدي مرحله الخطر بسرعه. ليه هي بتعدي؟ برضو عشان نبقى عارفين معالجه السطح، الصوره اللي احنا جبناها في الاخر دي معالجه السطح للزرعه الروك سوليد متعالجه بانهي طريقه. اول حاجه احنا السطح الزرع بنعرضه لحاجه اسمها ساند بلاستنج عامه، او تخشين برمل اسمه ترميل يعني، تمام. طيب لما انا اقدر، لما يكون عندي مثلا 100,000 فتحه صغيره جدا، احنا السطح بتاعنا لازم يبقى فيه بورز او فتحات صغيره قوي عشان الخليه العظميه تخش، الاوستيوبلاست تخش جواه. لما يبقى عندي 100,000 فتحه، ال 100,000 فتحه فيهم 10,000 على قد الخليه، تمام، يبقى فيه 10,000 دخلوا في المية. طب لما يبقى عندي 95,000 فتحة من ال 100,000 فتحة على قد الخلية، يبقى أنا عندي كام خلية قدرت تخش وتمسك في سطح الزرعة؟ أكتر بكتير. ده الفرق، إن أنت قدرت على مستوى تحضير السطح إن أنت تعمل حاجة مظبوطة بالظبط. ما أنا ممكن أعمل زي ما تحكي أعمل 100,000 فتحة بس فيهم 10,000 اللي مناسبين، لا أنا عامل 100,000 فيهم 95,000. فده فرق كبير جدا، خلي الخلية العظمية تخش في مكانها مرتاحة فتمسك أسرع. بعد كده كمان السطح نفسه معالج بطريقة اسمها هيدروفيليك، يعني بيحب السوائل. فلما بيحب السوائل يبدأ الدم واللي موجود في العظم يبدأ يلاقي مكان أسهل، ما يبقاش في حاجة بتبعده فيمسك أسرع. يبقى أنا هنا عملت زرعة فيها حاجتين مهمين قوي، قوة تخليني احطها بمساحات او باحجام قليله وتكون قويه جدا لوجود الزركونيا فيها، والطريقه معينه في تعاملها بتتعمل. هم اول شركه استخدموا الزركونيوم بكولد تكنيك، يعني بيعملوا الالوي على البارد، وده الجديد. لا بالراحه، ما هو الالوي او السبيكه دايما السبائك بتعمل ايه؟ بتسخن معادن مع بعض بنسب معينه عشان تطلع سبيكه. الشركة هنا من الأساس قبل حتى ما تستعمل الروك سوليد بتعمل
الالوي بتاعها على البارد فبيديله سترينث اعلى. دي تكنولوجي يعني تكنولوجي عاليه قوي وسبيسيفيك قوي، مش شرط يعني الناس تعرف بس ان الشركه بتشتغل على تكنولوجي مش موجوده، حاجه جديده خالص. هو اساسا فشل الزرعه كان بيحصل نتيجه بس ان العظم ما جاش، ولا نتيجه كمان انها ما تركبتش بالشكل الصح؟ حلو قوي. حضرتك دلوقتي معاك احدث زرعه في العالم، مش كده اهي معاك اهي في ايدك. حضرتك لو حطيت الزرعه دي بره العظم خالص ربنا يكرمك هتمسك في حاجه، هتمسك في السماء. ودي كيسز كتير شفناها. حضرتك لازم تكون مدرب كويس جدا علشان خاطر تعرف تحط الزرعه في مكانها. انت عندك دلوقتي قلنا ان احنا قدرنا نوصل ان الزرعه سمكها 3.3 ملي، ينفع احطها بقى في عظم 2 ملي؟ لا، ما هتبقى براه. تمام، ينفع يبقى عندي عظم 8 ملي واقوم حاططها على حرف الزرع على حرف العظم؟ ينفع احطها بميل غير سليم فلما يجي الفورس ينزل عليها انا بعرض هي عظيمه جدا، ينفع اعرض الزرع لفورسز هي مش مخلوقه علشان القوه مش مخلوقه عشان نتيجه ان انا حطيتها بوضع مش مظبوط. فهنا مهم جدا انك تكون مدرب كويس جدا، عامل خطه علاجيه كويسه قوي عشان تزرع. هنا حاجه مهمه جدا كمان في الزرع، الزرعه بتاعتنا بتعتمد في الكونكشن او في الرابط بتاعها الجزء الداخلي للجزء الخارجي حاجه اسمها كونيكال كونكشن. كونيكال كونكشن اقول لك اهو، يعني الكونكشن ده او الجزء الخارجي بيخش جوه الزرعه وبيحصل له تيبرنج، يعني بيخش وبيصغر بيصغر. هنشوف الرسمه بتاعته، هنشوف الرسمه بتاعته دلوقتي، هنوضح رسمي. اهو كونيكال يعني رفيع اهو نازل عامل زي القمع، قمعي بالعربي كده. تمام، طيب ايه فايده ان الزرع الكونكشن بتاع الجزء الخارجي والداخلي بتاعها كونيكال؟ الكونيكال ده بيقلل الحركه بين الجزء الخارجي والجزء الداخلي على يعني بيخلي اقل حركه ممكن. طب لما الحركه تبقى قليله قوي يديني حاجتين، يديني ستابيليتي، يديني ثبات للزرع. تاني حاجه لما يبقى مفيش حركه فانا مفيش بواقي اكل ولا بكتيريا هتقدر تخش بين الزرع وبين الجزء الخارجي والجزء الداخلي. مفيش لا بالظبط كده. لا لا هو هيجيب لك دلوقتي الحركه الاكل لا لما بيبدا يتحط. هتلاقي ان الزرعه اللي ما فيهاش كونيكال كونكشن معرضه الى حد ما. بص هنا واحنا بناكل هتلاقي الزرعه بقى اللي ما فيهاش كونيكال كونكشن بص بتتحرك ازاي. تعمل اريتيشن للسوفت تيشو او للانسجه اللي حوالين، يعني تعمل التهابات للانسجه اللي حوالين الزرعه وتبدا البواقي الاكل والبكتيريا تتواجد في المنطقه دي، تعمل لنا روائح مش مستحبه وتعمل لنا التهابات. والالتهابات واحنا عارفين ان العظم ما بيحبش الالتهاب، الالتهاب يبدا ياكل في العظم. فعلشان كده احنا حتى من قبل الزرع دايما لا يا جماعه ده بسبب انه الحته الخارجيه ما دخلتش جوه الحته الداخليه بشكل مش مقفله كويس، فبدا يعمل لنا تاكل في النسيج اللي حوالين الزرع. لكن الكونيكال كونكشن بتقلل الحركه جدا 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 جدا، تزود الاستابيليتي وبالتالي بتزود عمر الزرع. يبقى مش معنى كده بس ان انا اكون عندي الزرعه رقم واحد، يكون عندي الزرعه رقم واحد وعارف فوائد الزرعه رقم واحد وبتعامل كمان الجزء الخارجي بتاعها بانه طريقه كونيكال كونكشن بتقلل لي الحركه فبتديني كمان عمر اكتر للزرعه بتاعتي. يعني احنا نتمنى ان الزرعه تقعد العمر كله تبقى لايف تايم تريتمنت، وده اللي احنا بنسعى له. بنسعى له انا والحاله. انا بديله احسن حاجه، بديله احسن زرعه، بعمل له احسن بلان زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انت زي ما حضرتك دلوقتي قلت لي ايه، طب انت معاك الزرعه رقم واحد في العالم تمام وخدتها، بس ما عنديش 3D، ما بعرفش اقرا ال 3D، ما بعرفش اعمل بلانينج. هنا انا جبت الزرعه حطيت الزرعه في المكان الفاضي وببدا اشوفها. انت عارف ان انت لو حطيتها بالمنظر الاولاني ده انت بره العظم، شفت اللفه بقى اللي احنا بنلفها دي، انت كده بتدخلها جوه العظم بالظبط. لكن لو انت حطيتها اول حطه، يعني حطيت الزرعه في المكان اللي انت حطه في الاول من غير ما تكمل، انت حطيتها في بارلل او في مقابل مكان الزرع الحقيقي بس بره، هتبقى محطوطه في اللسه عمرها ما هتمسك. ما هو زي ما بيقول، بص انت لو ما عندكش التولز ما عندكش الادوات وما تعرفش تعمل معاها ومعاك افضل زرعه في العالم، انت هتعمل ايه بافضل زرعه؟ ولو عندك التولز وعندك الـ الادوات وعندك الزرعه وما بتعرفش تعمل بلان برضه مش تعمل حاجه. يعني لازم يبقى عندك حاجه اسمها الخطه العلاجيه، ودي اهم حاجه في اي حاجه. الخطه العلاجيه في الزراعه او في التجميل
هي سبب النجاح الرئيسي، أو نقول عليه 95% من نجاح الحالة مبني على الخطة العلاجية. دراسة كثافة العظم، دراسة المسافة اللي متاحة ليك، دراسة العظم اللي متبقي، فهتحط زرعة في أنهي بأنهي ميل، وهتحط لها أباطمنت يعدلها قد إيه، والأحمال اللي نازلة عليها. الأباطمنت اللي هو الجزء الخارجي، الجزء الخارج. الداخلي هو اللي بنحط الزرعة، والجزء الخارجي الأباطمنت اللي هنركب عليه التركيبة السن الخارجية. تمام. عملت البلان بتاعتك، دي حاجة اسمها بقى إيه؟ ديجيتالي، يعني أنا خلاص خدت البلان. طب أنا البلان اللي عملتها دي، الدرجات اللي فيها دي، أنا عامل دلوقتي إن أنا هخش جوه العظم بدرجة 18 ميل. هل وأنا ماسك العظم بإيدي هقدر أضبط ال 18 ميل دي بالملي؟ لا. عندنا جايبين 3D برينتر، أو ده أحدث حاجة تكنولوجي في العالم، بنجيب برينتر بتطبع الجزء اللي أنا هظبط بيه، ده اسمه سيرجيكال جايد يعني، أو موجه للزراعات، وإحنا شغالين بنطبعها بالكمبيوتر بأكرة 20 مايكرون، تحطها في المكان بتاعك، هي موجهاك حاجة، ما تفكرش خلاص. أنت اتعب قوي، اتعب قوي قبل ما تشتغل، تتعب قوي قبل ما تشتغل، وانت بتشتغل تشتغل وانت، اقولها لك بالعربي كده، وانت مغمض، مغمض في النتيجة ومغمض في الشغل نفسه، لان انت تعبت وانت قبل ما تبدأ. عملت بلان، عملت سيرجيكال جايد، فبقيت عارف انا داخل منين ودرجة الميل بتاعي ايه، فانا مش محتاج ان انا او انا شغال عمال افتح وبص، لا ده كده ده ممكن يحصل لي مشكلة هنا. لا، انت شغال من الاول عامل بلان سليمة، ووصلت من البلان السليمة بتاعتك ليه؟ انك حطيت الزرعه في مكانها السليم وتمام. ده بقى يا سيدي، ده دلوقتي احنا دلوقتي عندنا برضو احدث زرعه في العالم، تمام، وجينا حطيناها، بس جات لنا كيس واحنا بنحط لها الزرعه عندها تاكل شديد في العظم وفي اللثه. تمام. طيب هنعمل له ايه؟ هنيجي نعمل له سنه، لو مش احنا دكاتره التجميل، هاجي اعمل له سنه، هو عنده العظم متاكل اهو، هعمل له سنه طولها 16 ملي؟ ما ينفعش. يبقى هنا اعمل ايه؟ هنا اقوم عامل حاجه اسمها هايبريد بريدج، او هايبريد بروثيزيس، تركيبه هايبريد. يعني هايبريد يعني ايه؟ بنسميها ايه؟ ميكسد، او فيها جزء مركبه. تركيبه مركبه. تمام. تعود لي ايه اللي سميناها مركبه؟ تعوض اللثه، تدي شكل اللثه، مش تعوض. دكتور عظيم. ليه بس صدق انها باينه كانها لثه فعلا؟ بس ما هو حضرتك الرسمه اللي لما تعمل بالكمبيوتر، انت ناحت شكل اللثه بالظبط. على فكره احنا لو نزلنا شفايفه وشفت شكل السنه وهي خارجه من الشكل اللثه، بص اللثه واخده تعريجه اللثه، واخده البابيلا، واخده الحرف الرفيع بتاعها. يبقى انا هنا عوضت لك ايه؟ لان انا انت كيس مش قادر اكبر لك الزرعه، مش قادر اكبر لك العظم، مش قادر اعوض لك اللثه. هنا انا بعوض لك شكل اللثه بتاعتك، بس حاطط لك زرعه تشيل الكلام ده، لان انا هنا عندي زرعه، وده مهم قوي، عندي التركيبه دي طويله، فبالتالي اللود، الحمل، الفالكرم طويل، ودي مشكله كبيره الناس ما بتاخدش بالها منها. دكتور يوم حاطط زرعه 8 ملي ومركب عليها تركيبه طولها 16 ملي، طب حضرتك التوقم يعني التلاؤم بينهم ايه؟ الاحمال متوزعه ايه؟ يبقى هنا لازم تكون زرع زرعه انت مطمن لها، عشان لما تحط الزرعه الكبير التركيبه دي اللي معوضه لك الكلام ده، تبقى عارف انها ان شاء الله هتعيش. دي حالات قبل وبعد. دي بالروكسوليت. زي ما انت شايف ده حتى باين الاوباسيتي بتاعته عاليه قوي. هنا التعامل معاه، انت هنا في منطقه فاتيك زون. فاتيك زون يعني منطقه جماليه. هيك انا لو وريتك الصوره اللي تحت على الشمال لوحدها، وقلت لحضرتك طلع لي السنه اللي اتزرعت، يعني متهيألي 100 واحد مش مفيش واحد هيطلع الجزء اللي اتزرع. انت في الجزء ده انت محتاج تبقى متاكد ان شكل السنه هيبقى ماشي، او الزرع الشكل النهائي، لان لما بتزرع في الاثاتيك زون انت مطلوب منك حاجتين. مطلوب منك انك تعوض الفانكشن او الوظيفه والشكل، فهنا لازم تكون عامل حسابك ان يكون الجزء الخارجي للزرعه مثلا زيركونيا علشان خاطر ما يدينيش الدلنس بتاع الاباطمنت التيتانيوم. يبقى هنا كل منطقه بتعامل معاها بناء على احتياجاتي وبناء عن احتياجات الحاله. كل شكر التقدير للضيف العزيز القمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، طبعا اخصائي تجميل الاسنان والتركيبات الثابته، عضو الجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، ورئيس مجلس اداره مركز وايتي الشهير. حوار مثير وعنيف، ولكن في النهايه في علم كتير، لكن في متعه اكبر، وما فيش اهم من سن انك تهتم بيها. خليكم معانا، ما تروحوش في حته تانيه.
إلى اللقاء.